ما حكم الزوجة التي تسب زوجها بأن تسب أبناءه على مسمع من والديه الذين يسكنون معه، علما بأن ذلك يؤذي والديه كما تعلمون، ولا سيما وأنهم يسمعون ما تقول؟ وجهوا مثل هذه المرأة ووجهوها، جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمسلم ان يكون سبابا ولا فاحشا ولا بريئا، وانما يكون المسلم طيب الكلام، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالكلام الطيب وكلام اللطيف مع سائر الناس امر مطلوب، فكيف بالكلام مع الزوج؟ فانه يجب على الزوجه ان تخاطب زوجها بالكلام الطيب، ويحرم عليها ان تخاطبه بالكلام الفاحش والكلام البذيء، السب والشتم، لان هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. قد أمر الله كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، ومن العشرة بالمعروف تطيب الكلام. وجاء في الحديث أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأخشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تطيب الكلام مطلوب بين المسلمين عموما وبين الأقارب على وجه الخصوص، وبين الزوجين بعضهما مع بعض على وجه الخصوص. والإيذاء بالكلام لا يجوز، قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. جزاكم الله خيرا.